بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع والأربعون. الثعلب ومكره. قال بعضهم: كنا في سفر في أرض اليمن. قال فعل ماض مبني على الفتح، بعض فاعل مضاف هم مضاف إليه. كنا فعل ماض ناقص، نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم كان، في سفر متعلقا بمحذوف خبر كان، في أرض متعلقا بكن، وأرض مضاف اليمن مضاف إليه. فوضعنا المائدة لنتعشى. الفاء حرف عطف. وضعنا فعل نافعل المائدة مفعول به، لي حرف جر بمعنى كي. نتعشى فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وعلامات نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وفعله ضمير مستتر تقديره نحن، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل الجر باللام، والجار والمجرور متعلق بوضعنا. وحضرت صلاة المغرب. وحرف عطف. حضرت فعل ماض والتاء للتانيث، صلاة فاعل مضاف المغرب مضاف إليه. فقمنا لكي نصلي ثم نتعشى. الفاء حرف عطف. قمنا فعل نافعل، لي حرف جر كي حرف مصدري ونصب، نصلي فعل مضارع منصوب بكي، وفعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، والمصدر المؤول من كي والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق ب قمنا. ثم حرف عطف. نتعشى فعل وفاعل وهو معطوف على نصلي. وتركنا المائدة كما هي. الواو حرف عطف. تركنا فعل نا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، المائدة مفعول به كحرف جر ما زائدة، هي مبتدأ خبره محذوف وتقديرها كما هي كائنة أو كما هي كانت، والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بتركنا. وكانت فيها دجاجتان. الواو حرف عطف. كانت فعل ماض ناقص، فيها شبه الجملة في محل نصب خبر كان، دجاجتان اسم كان مرفوعا وعلامات رفعه الألف. فجاء ثعلب وأخذ إحداهما. الفاء حرف عطف. جاء فعل ثعلب فاعل، وحرف عطف. أخذ فعل وفاعل، إحدى مفعول به مضاف هما مضاف إليه. فلما صلينا أسفنا عليها. الفاء حرف عطف. لما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط مضاف وهو متعلق بأسفنا. صلينا فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه. أسفنا فعل فاعل عليها متعلقا بأسفنا. فبينما نحن كذلك إذ جاء الثعلب على مقربة منا وفي فمه شيء كأنه الدجاجة فوضعه. الفاء حرف عطف. بينما أصله بين وما الزائدة بمعنى في الوقت الذي كنا كذلك فيه، وكلمة الوقت معزوفة وعوض عنها بما وهو مضاف، نحن ضمير منفصل مبتدأ، كذلك شبه الجملة في محل رفع خبر المبتدأ، والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل جر مضاف إليه، إذ حرف مفاجأة لا محل له من الإعراب. جاء فعل الثعلب فاعل على مقربة متعلقا بجاء، منا متعلقا بمقربة. الواو واو الحال. في فم شبه الجملة في محل رفع خبر مقدم، وفم مضاف هي مضاف إليه، شيء مبتدأ مؤخر، كأن حرف مشبه بالفعل للتشبيه، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم كأن، الدجاجة خبر كأن، أو تقول كحرف جر أن حرف مشبه بالفعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب اسم أن، الدجاجة خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر، وشبه الجملة في محل رفع نعت لشيء.
الفاء حرف عطف وضع فعل وفاعل هو مفعول به فبادرنا إليه ونحن نحسبه الدجاجة الفاء حرف عطف بادرنا فعل فاعل إليه متعلقا ببادرنا الواو واو الحال نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ نحسب فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول الدجاجة مفعول به ثان والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ فجاء إلى الأخرى وأخذها من فوق الخوان الفاء حرف عطف جاء فعل إلى الأخرى متعلقا بجاء الواو حرف عطف أخذ فعل وفاعل ها مفعول به من فوق متعلقا بأخذ وفوق مضاف الخوان مضاف إليه فأخذنا الذي قمنا لنأخذه فإذا هو ليف قد هيأه مثل الدجاجة الواو حرف عطف أخذنا فعل نافعل الذي اسم مفصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به قمنا فعل نافعل والجملة الفعلية صلة الموصول والعائد محذوف التقدير وأخذنا الذي قمنا له ليه حرف جر بمعنى كي نأخذ فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد حرف الجر التقدير لأن نأخذ وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور المتعلق بقمنا الفاء حرف عطف إذا حرف مفاجأة بعده فعل محذوف وتقديرها فإذا أبصرنا هو ليف هو مبتدأ ليف خبر والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وتقديرها فإذا أبصرنا هو ليف قد حرف تحقيق هيأ فعل وفاعل هو مفعول به والجملة الفعلية في محل رفع نعت لليف مثل ظرف مكان مضاف الدجاجة مضاف إليه فرجعنا وقد خسرنا الدجاجتين بسبب مكره الفاء حرف عطف رجعنا فعل نافعل الواو واو الحال قد حرف تحقيق خسرنا فعل نافعل الدجاجتين مفعول به منصوب بالياء لأنه مسن بسبب متعلقا بخسرنا وسبب مضاف مكر مضاف إليه ومكر مضاف والهاء ضمير متصل مضاف إليه والله أعلم بالصواب.